أثناء الندوة الصحفية للمدرب المنتخب المحلي مجيد بوقرة بعد مباراة ليبيريا، أثناء تصريحاته رفع قارورة كوكاكولا وقال هذه ليست جيدة وأبعدها عن مكانها بطريقة مضحكة تقليدا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مما جعل الصحفيين في ضحك. إليكم الفيديو. les bons joueurs qui puissent s'acclimater avec les joueurs de l'équipe première. Salam alaikum. Félicitations Mejid pour cette victoire aujourd'hui. Ça, c'est pas bien. À la CR7.